استوقفتني آية في كتاب الله، وكأني أول مرة أقرأها مع أني مررت عليها كثيرا في حياتي، ولكن سبحان الله هي فتوحات إلهية على القلب، وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني إذا ذكرت الله، الله القدوس الأعلى الملك الأعظم يذكرني أنا العبد الفقير الذليل المخلوق، يعني سأكون بعينه في رعايته في حفظه في توفيقه في ولايته، يحبني الله. فطرأ في بالي قوله تعالى: فإنك بأعيننا. هكذا أتاني الشعور أن الذاكرة لله، الذكر هذا يجعلك بعين الله، يعني في الرقابة الإلهية والمعية الإلهية الخاصة.